ما أبشى مشدا لا تطيق لاي وما أقسى قلوبا لم يحرك أنين وما ذنب من أتوا إلى أرضنا مسالمين وما ذنبنا تشوه صورتنا كمسلمين هذا جزاء من ظنوا أن في بلدنا الأمان هذا جزاء من تركوا العالم واختاروا هذا المكان هذا جزاء من عاشقوا الطبيعة وأحبوا الجبال والوديان هو إجرام وليس إسلام حكم على البراءة بالإعدام وسلب الإنسانية من الإنسان وهذه الأصناف لا تمثلنا ووجودها لا يطمئننا وجميعنا نعتذر لأن ما جرى يؤسفنا